في ذكرى أسبوع الشهيد علي البزال امتلأت ساحة اعتصام الأهالي في الرياض الصلح بالمعزين به والمتضامنين مع أهله وأهالي العسكريين المخطوفين الآخرين، فهم اختطفوا أثناء تأديتهم واجب حماية الوطن وبالتالي حمايتنا. الوفود بدأت بالوصول من ساعات الصباح، فوصل وفد طلابي تضمن طلاب جامعات من المناطق كافة، ليتبعه وفد جماهيري كبير برهن على أن دماء هؤلاء العسكريين غالية على عدد كبير من اللبنانيين. المنبر اعتلاه عدد كبير من المتضامنين، ومن بينهم النائب ناجي جاريوس الذي وصل إليه بعد جهد جهيد، إذ أن الأهالي منعوا وصوله إلى المنبر في بدء الأمر منددين بموقف التيار المناهض للمقايضة، لكن بعد تدخل والدة الشهيد علي بزال سمحوا له بالكلام. وكنا كلما كان يحنون الأمل بتحرير أولادنا جاءنا الخبر الأسود بخسارة أحدهم، خسارة لا تعوضها المواساة ولا الشعارات المنددة ولا زيارات الأخذ بالخاطر، خسارة ما هي إلا نتيجة لتعنت بعض المكابرين والمزايدين والمنظرين الذين يعتبرون أولادنا الأسرى خسائر حرب ليس إلا. أنا هو بدي إلكن لأهالي المخطوفين، أهالي العسكريين المخطوفين، إذا كانت الحكومة مش قادرة تخلص العسكرية تبعها، كيف لكان بدها تطلب منهم انه هن يحموا اللبنانيه؟ ما بدنا اياكم تجرحونا وتقولوا وتتهمونا نحن الدواعش، لا نحن منا دواعش، بس ولكن اذا اضطر الامر حتى نكون دواعش سنكون دواعش. اذا اضطر الامر لان نكون دواعش سنكون دواعش. وما حلم رجل من الرجال أن نكون عصا نضرب بها شعب لبنان، لا نحن منا عصا نضرب بها شعب لبنان ولا دولة لبنان. الكلمة الأصدق والأكثر تأثيرا كانت كلمة ابنة العسكري المخطوف عباس مشيك التي عبرت عن حال أطفال جميع العسكريين. أنت عشت يتيم وانحرمت من حنان الأم والبي، ليش بدهم يعيشوني يتيمة وحرموني من حنانك؟ ما بدي إياك تموت، أنا بعدني صغيرة، مين بده يكبرني يحميني ويغمرني؟ رفقاتي بالمدرسة بيقولوا يا بابا وأنا ما عم شوفك لأقلك هالكلمة. لتخلو الساحة بعدها من المتضامنين ويعود الأهالي إلى حزنهم وواقعهم المرير بغياب أبنائهم مجدداً.